فشل الكلى والحاد دي صورة من صور توقف الكلى عن العمل لفترة محدودة، بيبقى لها أسباب معينة، بتبقى حاجة مؤقتة، ناس اتعرضت لنزيف، ناس اتعرضت لتروما، حصل انسدادات معينة، حصل مشكلة معينة، بتبقى الموجات الصوتية للكلى طبيعية، تحليلات عالية، قد نحتاج نعمل مساعدة بجلسات غسيل عشان تتحسن الوظائف الداخلية سواء من بولينا وخلافه، إلى أن تبدأ الكلى في رجوع لطبيعتها في العمل بالتدريج. يعني فشل مؤقت لا يستدعي غير العلاج والمساعدة بالغسيل الكلوي إذا احتاجنا الأمر نتيجة ارتفاع التحاليل عن حد معين، وبيرتجع وترجع الكلى للصورة الطبيعية تماما. يختلف عن الفشل الكلوي المزمن اللي هو دائم ونحتاج فيه إلى غسيل أو زرع كلى، لأن الكلى لا ترجع لطبيعتها في الفشل الكلوي المزمن.